السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنبدأ درس جديد، قابلية القسمة على 8. كيف تعرف أن الرقم يقبل القسمة على 8؟ لدينا طريقة، دعونا نأخذ مثالا لهذه الطريقة وليكن 96. 96. في هذه الطريقة لدينا قاعدة، إذا كان الرقم مكون من خانتين أي من آحاد وعشرات، فسنطبق هذه القاعدة. العشرات ضرب 2 زائدا الآحاد. إذا كان الناتج يقبل القسمة على 8، فيعني أن الرقم كاملا يقبل القسمة على 8. دعونا نطبق هذه القاعدة. العشرات التي هي 9 ضرب 2 زائدا الآحاد التي هي 6 يساوي 9 ضرب 2 يساوي 18. 18 زائد 6 يساوي 24. 24 هل تقبل القسمة على 8؟ نعم، لذا الرقم الأساسي 96 يقبل القسمة على 8. دعونا نأخذ مثالا آخر. المثال الأول كان على خانتين، ماذا إذا كان من 3 خانات؟ دعونا نأخذ مثالا 728. 728. في هذه الطريقة إذا كان الرقم مكون من 3 خانات أو أكثر، فلدينا حالتان. ننظر إلى خانة المئات، إذا كان واحد، إذا كان عدد زوجي، إذا كان عددا زوجيا. فسنطبق هذه القاعدة التي فعلناها مسبقا. العشرات ضرب 2 زائدا الآحاد. لا نضيف شيء كما فعلنا مسبقا. أما في الحالة الثانية، إذا كان عددا فرديا، فسنطبق هذه القاعدة. العشرات ضرب 2 زائدا الآحاد زائد 4. نضيف 4 إذا كان العدد الذي في خانة المئات فردي. دعونا نطبق هذه الطريقة. 7 ننظر إلى خانة المئات التي هي 7. 7 هل هو عدد زوجي أم فردي؟ 7 عدد فردي، لذا سنطبق هذه القاعدة. العشرات 2 ضرب 2 زائدا الآحاد التي هي 8 زائد 4 يساوي 2 ضرب 2 يساوي 4. 4 زائد 8 يساوي
12، 12 زائد 4 يساوي 16. 16 هل تقبل القسمة على 8؟ نعم تقبل، لذا الرقم الأساسي يقبل القسمة. دعونا نأخذ مثالا آخر أكثر من 3 خانات، أكثر من 3 خانات، 4272. 272. إذا كان الرقم أكثر من 3 أرقام أو 3 أرقام، فسنظل نطبق هذه القاعدتان. إذا كان ننظر إلى خانة المئات زوجية، لذا سنطبق هذه القاعدة. العشرات التي هي 7 ضرب 2 زائدا 1 زائدا الآحاد التي هي 2 يساوي 7 ضرب 2 زائد 2 يساوي 7 ضرب 2 يساوي 14 زائد 2 يساوي 16. 16 هل تقبل القسمة على 8؟ نعم، لذا الرقم الأساسي 4272 يقبل القسمة على 8. دعونا نأخذ مثال آخر، 5729. 729. كما ذكرنا مسبقا، إذا كان الرقم مكون من 3 خانات أو زائد أو أكثر من 3 خانات، سنظل نطبق هذه القاعدتان. ننظر إلى خانة المئات، إذا كانت فردية فسنطبق هذه القاعدة. العشرات التي هي 2 ضرب 2 زائدا الآحاد التي هي 9 زائدا 4 يساوي 2 ضرب 2 يساوي 4 زائد 9 يساوي 13. 13 زائد 4 يساوي 17. 17 هل تقبل القسمة على 8؟ لا، لذا الرقم الأساسي 5729 لا يقبل القسمة على 8. الحمد لله، وهكذا قد انتهينا من هذه الطريقة وفهمناها، ولا نقول وداعا بل إلى لقاء جديد.